الآن هنا فيما يتعلق بالماء الطاهر والماء الطهور. بعض المياه هي في غالب أوصافها طبيعية، لكن اختل فيها وصف من الأوصاف كاللون مثلا أو الطعم أو الرائحة بفعل مضاف خارج عنها. هل يؤثر ذلك في حتى يكون الماء؟ نبدأ من البداية، الماء الطبيعي يشمل الماء ماء الأمطار وماء الأنهار والأفلاك والآبار والبحيرات وماء البحر وما تعلق سواء كانت في موضعها أو نقلت من موضعها إلى موضع آخر فيجري عليها هذا الحكم، فهي طاهرة مطهرة. نعم. وبالعبارة التي ذكرها بعض الفقهاء هي ماء طهور، بمعنى يمكن أن يستخدم في إزالة النجاسة كما يمكن أن يستخدم في رفع الحدث والوضوء والغسل وما إلى ذلك. نعم. وأقصد به الغسل الواجب. نعم. فبالنسبة إذا تعرض الماء لتغيير، التغيير قد يكون تغييرا متعلقا بطبيعة الماء، بطبيعة المجرى الذي فيه الماء. نعم. بطبيعة المكان الذي فيه الماء كالطحالب وال كل ماء يتأثر بالموضع الذي هو فيه. نعم. وقد نعلم نحن أن الماء حينما ينزل من السماء يكون عذبا، لكن حينما يصل إلى البحر يتغير بالبحر الذي يختلط به. نعم. فلا يؤثر ذلك على طهارته الذي هو متعلق بالمجرى. متعلق. نعم. بالمجرى، وحتى الماء المتعلق ببعض الإضافات الطفيفة التي لا تكاد تؤثر عليه تعتبر أيضا باقية على أصل الطهارة. على هذا مياه الأودية الآن مثلا هل تعتبر طاهرة مطهرة؟ نعم، مياه الأودية. نعم. طاهرة مطهرة ولو اختلطت بالتربة، فالتربة بنفسها تصلح لرفع الحدث. نعم. تصلح لرفع الحدث. نعم. نعم. ويصح التيمم بها حينما يشرع التيمم بالنسبة للذي امتنع عنه الوضوء. نعم. إذا كان التغير فيما هو ليس متعلق بالمجرى، ما الأثر الذي ينبني عليه؟ إذا كان التغير غير متعلق بالمجرى بحيث أضيف شيء إلى الماء. نعم. أضيف شيء إلى الماء وهذه الإضافة غيرت تغييرا ملحوظا. نعم. لونه أو طعمه أو ريحه تغييرا ملحوظا. نعم. فالماء يتحول عن أصله. ولو تغير وصف واحد وليس أغلب الأوصاف. ولو تغير وصف واحد. نعم. نعم. الأقرب أنه حتى لو تغير وصف واحد لكن ليس بالتغير الذي طفيف جدا، يعني طفيف جدا الذي لا يكاد أن يلحظ، لأن من الطبيعي أن الماء إذا وضعت الماء في قارورة فمن الطبيعي أن يتغير. كده. بل الماء الآن الذي يعني نشربه مر ببعض الإضافات. نعم. كده. إضافة صوديوم، إنقاص من أملاح معينة، وإضافة هذه الإضافات لا تسلبه هذا الوصف. طيب ماذا عن أحواض السباحة التي يضاف فيها مادة الكلور؟ بالنسبة للكلور لا يؤثر بهذه النسب، لا يؤثر إن شاء الله. لا يغير هو من رائحة الماء وطعمه؟ تغييرا طفيفا، ليس تغييرا. إذن هو على هذا يمكن الوضوء به؟ يمكن الوضوء به ما لم يكن الأمر أثر تأثيرا كبيرا، بمعنى الإضافات التي أتكلم عنها هي الإضافات التي اليسيرة والماء الذي تضاف إليه هذه يسبح فيه الإنسان ويدخل خياشيمه ويصل إلى جوفه ولا يشعر بتغيير المؤثر بالنسبة لأمثال هذا الأمر. نعم.